بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكنا قد توقفنا عند قول باب لزوم السنة، قال أبو داود رحمه الله باب لزوم السنة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإما أن تكون الدعوة إلى الهدى أو أن تكون الدعوة إلى الضلالة، فمن دعا إلى هدى يثاب من ذلك الأجر بقدر من تبع ذلك الحق، غير أن الله عز وجل من فضله ومن إنعامه وإحسانه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي أن الفاعل لذلك الخير يأخذ ويوفى الأجر كاملا، وكذلك الذي دعاه وهداه وأرشده إلى ذلك الخير يأخذ أيضا أجر ذلك الذي كان سببا في هدايته، يأخذ ذلك الأجر أيضا كاملا. وكذلك في المقابل، من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى باطل كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يبقى نقول أن فاعل الوزر أو ذلك الإثم يجازى بإثمه ويعاقب بإثمه، وكذلك من دعاه إلى ذلك الإثم له أيضا من الأوزار والآثام بقدر ما فعل فلان، غير أنه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبالتالي الإنسان ينتبه دوما، يبقى هو إما أن يهدي الناس إلى الحق أو أن يهدي الناس إلى الباطل. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ذكر أيضا في رواية أخرى عن عامر بن سعد عن أبيه، أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ولا شك أن هذه الرواية تنطبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فالأحكام ثابتة، لكن هذا بالنسبة لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كره لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن المسألة إلا بعد وقوعها. الله عز وجل نهاهم أن يطرحوا المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الناس في الحج فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فعند ذلك نقول كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، ولو قال نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطاق القوم ذلك الأمر. قال: ذروني وما تركتكم، ذروني وما تركتكم. وبالتالي يبقى لا يسأل الإنسان عن المسألة قبل وقوعها. قلنا هذا الكلام بيكون في زمن الوحي، هذا الكلام بيكون في زمن الوحي. ولعلنا ذكرنا قصة عويمر العجلاني، أن عويمر العجلاني لما قال العاص بن عدي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا فقتله يقتل بذلك، وإن تركه سكت
على أمر عظيم. وهذا كلام قبل نزول آيات اللعاب، الكلام ده كان قبل نزول آية اللعاب. ولما عاد عاصم بن عدي إلى عويم العجرينية وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، قال والله لأسألنا. ولما طرح المسألة قلنا نزلت آيات اللعان وابتلي عويمر العجني في أهله، ولذلك كما قال إن أعظم المسلمين أبو المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألة دي، أو شدد على الناس من أجل هذه المسألة. قال اعلم أن المسألة على نوعين: ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين وذلك جائز، قال كسؤال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالا، لأن الحاجة دعت إلى ذلك، الحاجة دعت إلى ذلك. إذا ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين ذلك جائز. قال وما كان على وجه التعنت والسؤال عما لم يقع ولا دعت إليه الحاجة، قال فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن جوابه ردع للسائل. ولذلك قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألة. الكلام ده كان طبعا عند نزول الوحي، عند نزول الوحي قلنا يبقى يقوم بطرح المسألة، وكنتيجة ذلك التعنت أو هذا الطرح قبل وقوعها بينزل الحكم إما فيه التجديد والتغليظ، وبالتالي يضيق بذلك على المسلمين. هناك مسألة يعني سؤال هذا الرجل عن الحج، هو في كل عام من رسول الله، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائض الله أخبره أن يزيد بن عمير وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعين حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا، وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ وما يدرين رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها في ما هذه ولا يسنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان معاذ رضي الله عنه كان لا يجلس مجلس الذكر حتى يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، هلك المرتابون أي الشك. ثم ذكر معاذ رضي الله عنه إن من ورائكم فتنا، يبقى فتن، وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القواعد في كيفية التعامل مع الفتن، وضع لنا القواعد في كيفية التعامل مع الفتن. فذكر معاذ رضي الله عنه هذه الفتنة، قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، قال ويفتح فيه القرآن، وكناية عن شيوع إقراء القرآن وقراءته وكثرة تلاوته. يبقى قال يفتح فيه القرآن أن المقصود يبقى في شيوع إقراء القرآن وقراءة القرآن وكثرة تلاوة القرآن. قال فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى
ابتدع لهم غيره. قال فإياكم وما ابتدع. قال المعنى أن في أيام هذه الفتن يشيع إقراء القرآن وقراءة القرآن بحيث يقرأ القرآن المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد. فلذلك يقول فيوشك قال أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى ابتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع. قال عند ذلك هذا الرجل يبتدع، قال يخترع لهم البدعة، أي أنه يبتدع لهم غير القرآن. أقول ذلك لما رأهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة. قلنا ممكن الإنسان يكون له يعني نية ظاهرها الصلاح أو هي نية حسنة، لكن دوما نؤكد أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، أن النية الفاسدة النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. نية صالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل صالح على منهاج النبوة. ولذلك معلوم أن البعض كان بيكذب، كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيتأولون الكلام، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن نكذب للنبي، يبقى عشان يحسوا الناس على الطاعة بيخترعوا بعض الكلام وينسبون ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كأنهم يتكلمون كده عن فضائل الأعمال ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قلنا حثا للناس تحريضا للناس على فعل تلك الطاعات، هم فعلا بيدعون الناس إلى طاعات، ولكن نقول إنهم ينسبون هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى تتقبل الناس ذلك الكلام ثم تقوم بتطبيق. لما ننظر كده هم يدعون، لا يدعون إلى ضلالة في ظهر الأمر، يدعون إلى هدى، يدعون الناس إلى طاعة. وبالتالي يقول نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب للنبي. طبعا نقول الشيطان هذا من وحي الشيطان، يعني هذا الكلام من وحي الشيطان. لذلك نقول النية الصالحة الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، ده عمل فاسد، هذا كذب، هذا كذب. نقول حتى لو كانت النية صالحة، حتى لو من أجل حث وتحريض الناس على فعل الطاعات، فعند ذلك يخترعون الروايات نقول في فضاء الأعمال أو في فضاء بعض الصور، وبالتالي على ذلك يقومون بنشر ذلك على الناس. قلنا حتى يعني يحملون الناس على فعل الطاعات، لكن نقول السبيل غير صحيح، وده سبيل فاسد فيه الكذب، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. يبقى بعض كده الآراء ممكن الإنسان يعني نقول يستحسن ذلك الرأي، رأي يستحسنه كده، وبالتالي يمضي في فعله دون أن هو أن يقوم هذا الرأي على الكتاب والسنة. قول الله لو في رأي بنستحسنه قبل ما احنا أساسا نأخذ الخطوات العملية في اعتماد هذا الرأي، نقوم بعرض الرأي ده على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. وإلا نقول الاستحسان قد يدفع الإنسان إلى فعل أمثال هذه الأمور التي يظن أنها طاعة ولكن هي أساسا معاصي وآثام. لنقول البدعة، ولما نيجي ننظر كده إلى البدع، في بدع كثيرة جدا في العبادات، نقول مقصد يعني صاحب البدعة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ده مقصده، يبقى في الظاهر كده نية حسنة وبالتالي مقصده ذلك الأمر، لكن النية الصالحة والحسنة لا تصلح العمل الفاسد. نية صالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، تكون مقرونة على مع عمل على منهاج النبوة. فلذلك قال هذه بدعة ضلالة، لما ترك الناس يتركون القرآن والسنة يتبعون الشيطان والبدع، بيحاول ان هو يألف بقى تأليف قلنا حتى يعني يحمل الناس على احكام القرآن والسنة. قلنا ينتبه الانسان، وبالتالي بقى نقول فعلا بيأخذ المؤمن والمنافق القرآن والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد الحر. ونقول احنا يعني مثلا نسبة الحفظة نسبة كبيرة، ولكن
لكن نقول أين الفقه في كتاب الله؟ فين الفقه في كتاب الله؟ حافظين جمل، لكن وكأن هذه الجمل لا معنى لها، لا معنى لها. مفترض كده أن الإنسان يكون الإنسان فقيها في كتاب ربه بقدر ما أخذ من القرآن، وذا كان فقه الصحابة رضي الله عنه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، ذكر أن كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب كابن مسعود كعثمان العفان يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بها. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، يبقى القرآن ده للتطبيق، القرآن للتطبيق، القرآن ده عشان نقوم بتطبيقه في واقع حياتنا. فكانوا بيأخذوا العشر آيات وبالتالي يبدأوا يدرسوا العشر آيات ويتعلموا ما اشتملت عليه من حكم أو أحكام أو إرشادات أو مواعظ أو وصايا أو غير ذلك، وبالتالي يطبقون ذلك في حياتهم، وبالتالي ينتقلون بعد ذلك إلى عشر أخرى. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك يعني الإنسان يأخذ، كيف نأخذ القرآن؟ أصلا نقوم بمدرسة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم درستوا. يبقى لازم إحنا ندرس القرآن ونقف كده على إرشادات القرآن، المعاني، يبقى المعاني التي نفهمها من خلال الآيات. وقلنا مش كان الغرض القراءة والفهم فقط عشان نقف كده، كل ده عشان يخدم العمل أساسا، عشان نطبق هذا الكلام في واقع الحياة، في واقع حياتنا. فده المطلوب في أخذنا للقرآن. لكن ممكن حيشتهر كده إن الكل نقول يندفع أخذاً للقرآن، أخذاً للقرآن، نقول هذا الكلام أمر طيب، لكن نقول بالتوجيه الصحيح وهو أن إحنا نتعلم الأحكام التي اشتملت عليها الآيات، لأن ده المطلوب أن أنا أطبق هذا الكلام، أعتمد هذا الكلام في واقع حياتي. قال: وحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتغرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنين ذلك عنهم. يبقى نقول إن يبقى كلام مشتهر، حاجات معلومة أنها منكرة، حاجات معلومة أنها منكرة، ممكن يقع العالم في ذلك، يقع العالم في ذلك، يقع الحكيم في ذلك، يقع الحكيم في ذلك. قلنا قد يعجب ذلك القول أو يستحضر ذلك القول، هو من أقوال المنكرة، من أقوال المنكرة، فهذه أقوال المنكرة مشهورة عند الناس، فمش كل ما يتكلم به ذلك الرجل نقبله إلا لما نزل هذا الكلام على الكتاب والسنة. فإن كان لكتاب الله تعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نرده، يعني رد ذلك، رد على أي كائن كائنا من كان، نقول كائنا من كان، طالما أن هذا الكلام لا يتفق مع كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المنافق قد يقول كلمة الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه لما أتى له الشيطان قال: صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. يبقى نقول المنافق ممكن يقول بكلمة الحق، نعم يقول كلمة الحق. قال: فعلى ذلك قال: ولكن لا يثنينك ذلك عنه. لكن أنت مش معنى أن هذا الحكيم تفوه كده بكلمة فيها ضلالة أنك أنت أساساً تتركه أو تبتعد عنه، ولكن تلازمه. قال: فإنه لعله أن يراجع، يعني لعله أنه يرجع ويتوب يا رب سبحانه وتعالى، يترك ذلك الكلام، ينبأ وينصح، يعني ينبأ وينصح، لكن ده أساساً ما يكونش أساس تركه أو الابتعاد عنه. قلنا لو ابتعد الإنسان عن العالم يظل ذلك الإنسان، ولكن كل الناس أو كل إنسان إلا صاحب هذا
على القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله، وكل كلام بيبقى موزون على الكتاب والسنة. أي كلام إحنا بنزنه على الكتاب والسنة موافق للكتاب والسنة يبقى بنأخذ ذلك الكلام. لو كان كلام مخالف ممكن يصدر الإنسان كلمة مخالفة للكتاب والسنة، نعم زلة العالم يعني وزلة الحكيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يلبس بعض هذه الأمور على العالم، قد يلبس عليه الأمر، وبالتالي نقول على ذلك بنزل الكلام على الكتاب والسنة. نزل الكلام على الكتاب والسنة موافق للكتاب والسنة يبقى أخذنا ذلك وتم العمل من خلاله، مخالف للكتاب والسنة يبقى على قمنا برده. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة يبقى مطلوب منك طاعة يعني نقول إمام المسلمين، طاعة الأمراء ولكن في غير معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. إزاي نعرف أن المنافق ده الكلمة اللي قالها دي كلمة حق؟ على الحق نورا، نقول الحق كده يشير إلى نفسه، يبقى الحق دايما بيشير إلى نفسه، يبقى بنعرف كده أنت مستطيع أن تميز كلمة الحق. يعني لا تنظر يعني هذا إنسان منافق يبقى كل ما تكلم به باطل، هذا إنسان عالم كل ما تكلم به حق. نقول لا نحذر من ذلك، ممكن أساسا يعني تسقط بعض الكلمات من هذا الحكيم، وفي بعض الأحيان قد يقول المنافق كلمة الحق. فعلى الحق نور يبقى كلمة الحق نقول تشير إلى نفسها، تشير إلى نفسها، والإنسان يكون على حذر من ذلك الأمر. فلذلك قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. ثم ذكر رواية عن محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن القدر. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنة وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. قال ولم يقل ابن كثير أي راوي من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. قال فرض لنفسك ما رضي به القول لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وبصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعده ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحد به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويل ما جئتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. يذكر هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كتب له رجل يسأله عن القدر
تسألوا عن مسألة الإقرار بالقدر والكلام في مسألة القدر. فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته. قال: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. قال الحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة. يبقى اول امر امر به تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله خاصة نفسه، تقوى الله. والانسان مطالب ان يسعى ان يكون من المتقين، لان سبيل النجاة هو ان تكون من المتقين، وان تلزم التقوى في قولك وفي فعلك، ان تلزم التقوى في قولك وفي فعلك. لذلك لما بنقرا كده في كتاب الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل ده من لوازم التقوى. يبقى التقوى بتحمل الإنسان على فعل الطاعات، والتقوى نقول هو فعل الواجبات ترك المحرمات. التقوى فعل الواجبات ترك المحرمات. يبقى على ذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى ده من لوازم التقوى. يبقى يا ترى ايه اللي بيحمل الإنسان على التزام هذه الطاعات، على التنفيذ؟ نقول التقوى. لذلك هذه وصية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بها كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول أمر فعله قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. يبقى قال الحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة. أولا أوصاه بتقوى الله عز وجل، وكذلك الاقتصاد في أمره، وبالتالي التوسط بين الإفراط والتفريط، التوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله تبارك وتعالى، أي فيما أمر الله تعالى، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. وكذلك قال: واتباع سنة نبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون. يبقى على ذلك تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: يا ترى طريق الاستقامة، طريق الاستقامة هو باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى على ذلك نقول: الطريق المستقيم إزاي نلمسه؟ إزاي نحصل عليه؟ إزاي نأمن الواحد من الزلل؟ نقول: عليك بمحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. يبقى نقول كده: بصرك يعني لا ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما إن أذان الإنسان لا تنصرف عما تكلم عنه به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأذن كده تسمع ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول البصر لا ينصرف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحكيه فيما يقول فيما يفعل. ده طريق الاستقامة. يبقى نقول كده: أيسر طريق، أيسر طريق للاستقامة هو الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط كده يعني في النواحي الدنيوية لو كان الإنسان بيقصد مكان معين، نقول: والله إلزم فلان ده رايح المكان ده، إلزم فلان، ماذا يفعل؟ نقول: بصر عمره ما بيرفع عن فلان. يبقى بصر، نقول لماذا؟ لأنه حيصل من خلاله إلى المكان الذي أراد. يبقى ده في واقع الحياة بتاعتنا. يبقى واقع حياتنا، يبقى نقول: والله أنا يعني أين شارع كذا وأين مكان كذا. إذا كان الإنسان مثلا ذهب إلى كده، نقول: والله إلزم فلان، فلان ده رايح للمكان ده. فعلى ذلك نقول: بصره ما بينصرفش عنه وما بيسألوش، لكن بصره لا ينصرف. نقول: لو نقول انحرف يمينا سار خلفه، لو انحرف شمالا سار خلفه. قلنا ليه؟ لأن هو يعلم أن ده حيوصله إلى المقصد، يوصله إلى المطلوب. فعلى ذلك نقول: الطريق المستقيم كيف نعلمه؟ كيف نقطع؟ نقول: عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. ولذلك قال: وترك ما أحدث المحدثون. خلي بالك من الإحداثات ومن الابتداعات في دين الله تبارك وتعالى. أنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى البدعة إحداث في دين الله عز وجل على غير مثال سابق. دي البدعة، إحداث في دين الله على غير مثال سابق. قل: ما كنت بدعا من الرسل.
يعني ما كان في رسل قبل كده، وبالتالي انتوا ليه بيردوا هذه الرساله؟ قل ما كنتم بدعا من الرسل، يعني ده مش هو اول رسول جاء، لا ده في سبقه، وبالتالي ما اتاش بحاجه جديده، يعني لم ياتي بشيء انكره الناس كيفيات ان هو يبقى رسول، ده هو في رسل يبقى سابقه لرساله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ان واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث المحدثون بعدما جرت به سنته. قال وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنه، عليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يبقى الاعتصام بالله ازاي؟ اعتصم بالكتاب والسنه. طب انا اعرف تطبيقاته ازاي؟ نقول من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الروايه الايه صريحه، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان شركا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب مين اللي طبق الكلام ده؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عارف انت عايز التطبيقات كلها تكون من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده حال الانسان، انت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل. ويكفي ذلك ان الامام البخاري رحمه الله لما كتب في كتاب الاعتصام بالسنه نقول ذكر من ضمن الابواب باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب الثاني قال باب الاقتداء بافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تقتدي بسنته وتقتدي ايضا بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصحابه رضي الله عنهم لما راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من ذهب اتخذ خاتم من ذهب، نبذ فنبذوه. قلنا الصحابه، ولعلنا ذكرنا ايضا يعني الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في الصلاه وخلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين فخلعت الصحابه، وبالتالي بعدما انصرف من صلاته قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. قلنا ابسط ما يكون الاتباع نقول طريق الجنه طريق ميسور، لكن الامر محتاج انك انت نتعلم ما معنى الاتباع، وان بصرك لا ينصرف عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان الاذن نقول عند ذلك تنتبه الى كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا اذني وبصري نقول عند ذلك تلازم بس النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم به يقع في مسمعي، وما يفعل نقول نراه ببصري، وانا المطلوب ان انا احاكي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لان ده طريق الجنه، يعني هو ده الاستقامه على امر الله وده طريق الجنه، فعلى ذلك المطلوب ان انا اعض على ذلك بالنواجذ، نتمسك بذلك ونعض على ذلك بالنواجذ، كما قال الله عز وجل فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. وبالتالي من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، تعتصم كده اعتصام بالكتاب والسنه. لذلك كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه. ثم قال ثم اعلم انه لم يبتدع الناس بدعه الا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها او عبره فيها. قال فان السنه انما سنها من قد علم ما في خلافها، قال ان السنه سنها من قد علم ما في خلافها. يبقى ان الناس لم يبتدعوا بدعه الا قد مضى في الكتاب والسنه، يبقى ما هو قبلها ما هو دليل عليها، الا قد مضى قبلها اي في كتاب السنه ما هو دليل عليها. يبقى نقول البدع يبقى لا تدخل ابدا على المسلم العارف بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله العقبات التي تقوم ببثها الشيطان في طريق الانسان، اول حاجه الكفر، بيحاول يستحوذ على الانسان في الباب ده. طب ايه اللي ينجيك؟ ايه اللي ينجيك من هنا عشان لا نقع في الشركيات والكفريات؟ يبقى الايمان بالله تبارك وتعالى ومعرفه هذه المسائل، وكذلك ايضا اجتناب الشرك. يبقى انا عارف المسائل الشركيه وبالتالي كيف اقع فيها؟ دايما الانسان يقع فيما يجهله، لو انا عارف المسائل يبقى مش هنقع فيها، يعني مش هنقع فيها. يبقى عشان انا اسد ذلك المنفذ على الشيطان ولا يستحوذ علي في هذه العقبه، يبقى معرفه الانسان بالايمان واجتناب ايضا من البدعة يبقى لازم معرفة السنة، لو عرفنا السنة عند ذلك حنجتنب البدعة. لكن امتى الانسان ممكن يقع في البدعة؟
يقع في البدعة على عدم معرفة الإنسان بالسنة، يظن أن هذا من الدين، يظن أن هذا من الدين، وبالتالي في قواعد ضابطة، قواعد حاكمة، ويكفي كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة التي ذكرناها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى الرواية بتقول كده، بتقول لو أي حدث أو أي إحداث في دين الله عز وجل ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده مردود على صاحبه. يبقى المطلوب إيه؟ المطلوب إن أنا أمرر ما أقول أو أفعل على الرواية دي، على نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في السنة فعلناها، مش موجودة في السنة رددناها. لأن لو فعل الإنسان ذلك هي هيرد عليه العمل، هيرد عليه العمل. يبقى دي قاعدة، يبقى نقول على ذلك هنمرر كل ما نريد أن نتكلم به أو نفعل على هذه الرواية. يبقى الرواية كفيلة أن بفضل الله سبحانه وتعالى ألا يتقل الإنسان إلى قوله وفعل إلا بعدما النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا العلماء عرفوا البدعة، قالوا البدعة عكس السنة. يبقى البدعة عكس السنة، يبقى فعليك بلزوم السنة، يعني امسك بالسنة فإنها لك بإذن الله عصمة. يبقى لا تقع في الزلل ده، مش هتقع في الزلل. يبقى على ذلك يبقى إلزم السنة. يبقى لكن امتى بنقع؟ يبقى بنقع نتيجة الجهل، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كده الإنسان يبقى يعني يريد مثلا التدين أو يريد فعل الطاعات، لكن مش كل طاعة تبقى طاعة إلا لما تكون معتمدة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. مش رؤية الناس أنها طاعة أصبحت طاعة، ولكن نقول الطاعة هي التي كانت معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما تغترش بالمسمى أو بالمصطلح. ولكن على ذلك نقول يعني الذي يفعل البدعة لا يقول عنها أنها بدعة، يعني ده هو ده توصيف أهل العلم، يعني توصيف أهل العلم أنها بدعة، لكن اللي بيفعل البدعة ما يعرفش أنها بدعة، يعني ما يعرفش، مش هو ده وصفه، يعني ليس بوصف المبتدع أنها بدعة يقول هذه بدعة، لا، ده هو ده أساسا مستحسن لذلك الأمر ويراه أنها طاعة. إيه المانع من كده؟ يعني إيه المانع؟ كأنه يرى كده، إيه المانع أن أنا أقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ إيه المانع؟ ده القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي كلام يعلو على كلام الرب سبحانه وتعالى، ففعلا نقول فكرة مستحسنة، فكرة مستحسنة. يبقى نقول إيه المانع أن أنا أساسا أقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ فنقول فكرة مستحسنة، وفي كلام يعلو على كلام الرب سبحانه وتعالى، في كلام يعلو، لا، وبالتالي فعلا فعلا فكرة مستحسنة. لكن لما نيجي نرجع للنص نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود، وخلاص المسألة. نقول على ذلك لو كان الإنسان مش عارف الكلام ده ممكن يستحسن الكلام، ممكن يستحسن فعلا، إيه اللي يمنعني كده أن أنا أقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ وده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ممكن نقول والله كده قبل كل صلاة يجلس إنسان ويقرأ قرآن على الناس، كلام الرب سبحانه وتعالى استحسان، يعني ده استحسان. وبالتالي على ذلك نقول أي فعلة إحنا نفعلها ننظر كده، يعني لو إحنا نعتبر كده ننتقل وكأننا نعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو إحنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي قاله؟ قال كذا، يبقى هنفعله. مش ممكن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل ده أذى من وحي الشيطان، الشيطان يوحي إلى أوليائه، وبالتالي بقى ما تظنش أنه هيوحي بالمعصية بس، لا، دي البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، دي البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. قلنا لأن البدعة قلما يتوب منها الإنسان، أما المعصية فيتوب، لأن العاصي عارف أنها معصية، يعني العاصي يعلم، مرتكب المعصية يعلم أنها معصية، لكن الذي بيفعل البدعة بيظن يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك قلما من يعني يترك هذه البدعة أو يتوب من البدعة، لكن المعصية يتوب منها الإنسان. لذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، بدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لذلك ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. قال ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليا. دليل كلها يعني أمور مبتدعة عرفناها إزاي من السنة، فلما عرفنا السنة قلنا يبقى ده أمر إيه؟ هذا أمر بدعي. حكمنا عليه بدعي إزاي؟ بمعرفة السنة، بمعرفة السنة. يبقى هذه بدعة
لثلاث الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية العرباض بن سرية رضي الله عنه. إياكم لثلاث الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. يبقى نقول عن عرفة الزائد معرفة السنة، يبقى لينجيك من البدع وعدم الوقوع في البدع هو معرفة السنة. يبقى ماذا قالت السنة في ذلك الأمر؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. السنة. قال فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. يبقى نقول ما إنما سنها من قد علم ما في خلافها. قال في رواية من قد علم من الخطأ والزلل والحنق والتعمق. قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا. يبقى فرض لنفسك ما رضي به القوم، أي الطريقة طريقة السلف رضي الله عنه. امسك في طريقة السلام، امسك في طريقة السلام. فرض لنفسك ما رضي به القول أنفسهم فإنهم على علم وقفوا ووصل النافذ كفوا. ونقول الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأفقه الناس، الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأفقه الناس. قالوا لهم على كشف الأمور كانوا أقوى وفضل ما كانوا فيه أولى. نقول على ذلك يعني ما فيش حد هيسبق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى الفضل وإلى العلم وإلى الفهم في دين الله تبارك وتعالى. لذلك ما قال حذيفة رضي الله عنه: كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها، كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. فبيبقى ساعات دليل مثلا نقول لم يكن ذلك من فعل السلف، يبقى تقرا كده في كتب أهل العلم يقول هذه الفعلة لم تكن من فعل السلف. هم أحرص الناس على الخير، هم أحرص الناس على الخير، مش هيفوت منهم خير أبدا. أقول أمة مزكاة، هذه أمة مزكاة زكاها ربنا زكاها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك يبقى الصحابة أهل فضل وأهل علم وأهل فضل. وبالتالي نقول أن الخلف لما اخترعوا وقالوا أن طريقة السلف طريقة الخلف أعلم وأحكم، نقول طبعا ده كلام كله ضلال. طريق السلف الأسلم والأعلم والأحكم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال لهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموا إليه. يبقى نقول طريقتكم دي مخالفة لطريقة الصحابة، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموا إليه. يبقى أنتم جم بطريقة غير طريقة السلف، ويظنون في أنفسهم أنهم أساسا أسبق من السلف. وكان الخلف كده يعني بيذكروا أي يقدموا العذر للصحابة، لأن السلف جم مثلا علم الكلام وقالوا إحنا يعني الوقت كان وقت ساعة غير الصحابة. الصحابة كان انشغلوا بالجهاد وانشغلوا طبعا بالغزو، ما كانش عندهم وقت يغوصوا في بطون النصوص، ولكن عندنا وقت إحنا، وبالتالي غصنا في بطون النصوص فأتوا بهذه الأمور التي لم يأتي بها الصحابة. تلبيس الشيطان، يعني تلبيس الشيطان. فلذلك نقول إن قالوا بقى طريقة السلف أسلم، ده طريقة نقول يعني دي الأسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ليه؟ قالوا أن هم الخلف ده غاص بقى في بطون النصوص وبدأ يستخرج لنا من هذه البطون. نقول على ذلك، وقالوا أن الصحابة معذورة، أن الصحابة انشغلت بالجهاد وانشغلت بالغزو، ما كانش عندهم وقت أساسا هم يتعمقوا داخل النصوص، داخل النصوص. يعني دائما كده وما عصي الله إلا بالتأويل. هذا قطح طبعا في الصحابة، حتى لو ذكر ده مبرر يعني الصحابة اشتغلوا بالغزو والجهاد كأنهم بيعتذروا الصحابة، لكن ده نقول يعني سفاهة. وكذلك هذا قطح في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، وكما هو معلوم وكما نقرأ في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه. هذا لم يكن إلا للصحابة، كلام ده أساسا لم يكن إلا للصحابة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربنا سبحانه وتعالى زكاهم ومدحهم ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، ولم يحصل على ذلك الفضل ولا السبق إلا الصحابة رضي الله عنهم. هذا الفضل والسبق لم يحصل إلا الصحابة رضي الله تعالى. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله:
قال وإن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب نفس عنهم فإنهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. يبقى قال إن الصحابة رضي الله عنهم يعني نقول تركوا لنا هذا العلم, تركوا لنا هذا العلم كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم, تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك قال فإنهم السابقون, قال فإنهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي وصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمع عنه أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إما بيذكر هنا عمر بن عزيز حاصل هذا الكلام أن السلف الصالح قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحتاج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه, وكذلك كشفوا ما احتاج إلى كشفه من أمر الدين كشفا لا مزيد عليه. وبالتالي لكن نقول من أتى بعد سلف الأمة رضي الله عنهم بين جافي ومغالي, بين جافي ومغالي, بين إفراط وتفريط. ولذلك يعني نقول إن من خصائص أهل السنة وجماعة التوسط والاعتدال, التوسط والاعتدال. لذلك نقول إن سلف الأمة رضي الله عنهم وسط, يعني سلف الأمة وسط بين يعني أهل الإفراط والتفريط, زي مثلا في مسألة القدر, في مسألة القدر هم وسط بين الجبرية والقدرية. جبرية دولت قالوا أن العبد ليس له مشيئة, وقدرية قالوا العبد له مشيئة مطلقة ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة قالوا أن العبد له مشيئة ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما وصل بين الجبرية والقدرية, الجبرية كده قالوا أن العبد ده زي الريشة في الريح, يبقى نقول لو نقول ليست له مشيئة, ليس له اختيار, يبقى هو مجبور على الأفعال ده هي. ونقول القدرية نفوا القدر وقالوا أن العبد له مشيئة مطلقة ولا دخل للرب سبحانه وتعالى يعني لما يفعل ذلك العبد. أهل السنة الجماعة يقولون إيه؟ أن العبد له مشيئة واختيار ولكن لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته. فيبقى أثبتوا المشيئة للعبد ومشيئة الرب, وأن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب, فهم وصل بين الجبرية والقدرية, بين الجبرية والقدرية. وهذا الكلام يعني نقول في مسألة الأسماء والصفات هم وسط بين المشبهة والمعطلة, وسط كده بين المشبهة والمعطلة. نقول المعطلة نفوا الصفات كان بقصد إيه؟ بقصد عدم تشبيه الرب سبحانه وتعالى, خافوا التشبيه فوقعوا في التعطيل. ونقول مشبهة شبهوا صفات الرب في صفات المخلوق. فعلى ذلك أهل السنة والجماعة وصل بين المشبهة والمعطلة, أثبتوا صفات الرب سبحانه وتعالى ولكن ليس كمثل شيء والسمع البصير, يبقى نفوا عنها أن يشبه بالمخلوق لكن أثبتوا صفات الرب سبحانه وتعالى ونزهوا الرب سبحانه وتعالى أن ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى ده أساسا وسط. لذلك من قصص أهل السنة والجماعة التوسط والاعتدال. ونقول أن القوم زالت القدم إزاي؟ بين إفراط وتفريط, بين إفراط وتفريط, بين مغالاة ومجافاة. لذلك كما ذكر هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد قصر قوم دونهم فجفوا وطمع عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم, التوسط والاعتدال. ثم قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت, ثم ذكر الكلام عن القدر ورجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.